ده كان يعني بلغة الأرقام حالة الطقس، لكن خلينا نعرف مزيد من التفاصيل من دكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار، كالعادة طبعا بونجور، سعداء أن حضرتك معانا. كل عام وحضرتك بخير طبعا، يا رب يكون او كان بقى عيد سعيد. الجو في العيد كان على فكره مش اوحش حاجه خالص، حتى لو كنا بنتكلم عن فصل الصيف ابتدى، بس الجو كان الى حد ما برضو حلو، تحديدا كمان في الليل. خلينا نعرف من حضرتك ونطمن على الايام اللي جايه. اتفضلي. صباح الخير طبعا على حضرتك استاذ هوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير دايما. طيبة. بالفعل يمكن احنا خلال الايام الماضيه فتره الاجازه كان درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام تراوحت ما بين 33 ل 34 درجة مئوية عظمى بالنسبة للقاهرة الكبرى خلال فترة النهار، لكن وجود نسب رطوبة في الجو اللي بدأت ترتفع تدريجي هي دي اللي بتخلينا نحس بقيم درجات الحرارة المرتفعة. صحيح. بنحس إن درجة الحرارة المحسوسة أعلى من القيم دي بحوالي من درجتين لثلاث درجات، وده طبيعة فصل الصيف، تبدأ تدريجي نسب الرطوبة ترتفع. ذروة فصل الصيف بيكون شهر 7 وشهر 8. متوقع اليوم استمرار في الأحوال الجوية، استمرار درجات الحرارة حول المعدلات عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 34 درجة مئوية. غدا وبعد غدا الاثنين والثلاث هنلاحظ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يعني هتوصل ل 35 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، طبعا المحسوسة هتبقى أعلى من كده، لكن بصفة عامة طقس فترة النهار هو طقس حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، طقس شديد الحرارة في المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، كمان فترات النهار هنلاحظ زيادة فترات طلوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، لكن مع دخولنا فترة الليل وغياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، الأجواء معتدلة في أغلب محافظات الجمهورية، لأن كمان في نشاط نسبي للرياح بنحس بيه فترات المساء وساعات الليل بيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وعدم إحساس بنسب الرطوبة الموجودة في الجو، ده متوقع إن شاء الله يكمل معانا على مدار هذا الأسبوع. كمان في تكون لشبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي شبوره مائيه خفيفه سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تتلاشي والرؤيه بتتحسن على اغلب الطرق. هو مهم جدا بس ناخد بالنا من فتره الظهيره مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس، تعرضنا لاشعه الشمس بشكل مباشر بيزود احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره، فبقدر الامكان من الساعه 12 الظهر للساعه 3 4 العصر لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للرأس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، طبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، قدر الامكان نبقى موجودين في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، لكن الاحوال الجويه الحمد لله مستقره على مدار هذا الاسبوع، فقط هنحس بالارتفاع الطفيف في درجات الحراره فتره الظهيره. كالعادة يعني، بس فعلا زي ما انت قلتي يمكن الوقت ده تحديدا في اعتدال شوية، ولاحظنا ده فترة العيد تحديدا. مشكورك جدا على هذه التغطية كالعادة المتميزة دكتور منار. وبس عايزة أوضح حاجة، لأن في ناس عندها معلومة شوية مغلوطة، فكرة السوائل اللي دايما الناس تقولك عليها فبيشربوا، مش هحدد طبعا اسم الشركة يعني، بس هي اسمها المشروبات الغازية بشكل مش طبيعي. أنا أعرف ناس على المستوى الشخصي كده ما بيشربوش مية تحديدا وبيشربوا الحاجات دي، فده غلط جدا، ده معتبر ان انت بتزيد المشكله مشكله، يعني المقصود هنا يا عصاير فريش يا ميه، دي معلومه مهمه. عايز اقول لك انا بضحك وانت بتقولي الكلمتين دول. انت كده برضه صح. انا كده جدا للاسف. انت كده برضه صح. والفتره الاخيره بقيت بسمع كلام كتير مخيف عن المياه الغازيه وانعكاساتها الحقيقه، بس